والذي يوافق عادة بالعاصمة الرباط. افتتحت أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنظمة بشراكة بين جامعة الدول العربية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وتتوزع أشغال المؤتمر المنظم على مدى يومين حول موضوع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مقاربة تشاركية شاملة ومندمجة ضامنة للفعالية والتأثير الأمثل، على ثلاث جلسات تتمحور حول التنسيق والتكامل المؤسساتي والمواصفات المطلوبة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومناقشة الآليات المتاحة لتقييم وقياس أثر الاستراتيجيات على المواطنين وعلى الفئات المستهدفة وكذا استشراف المؤشرات العلمية والموضوعية. المغرب منخرط في هذا الورش المهم جدا لمحاربة الفساد. عندنا استراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد التي صدق عليها آنذاك سنة 2015، وأيضا جلالة الملك عينا منذ حوالي سنة رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد. والحمد لله عندنا عدد من الإجراءات في عدد من المجالات، لكن الفساد هو واحد المعضلة كتحتاج للتعاون، التعاون ديال الجميع، جميع المؤسسات، القطاع الخاص، المواطن نفسه حتى هو شريك في محاربة الفساد. هاد الدورة هي أول دورة اللي كتنعقد خارج المقر ديال الجامعة العربية، والهدف منها هو أننا نعمقوا النقاش والتفكير في سبل تجديد المقاربة ديال محاربة الفساد، وخاصة فيما يخص المقاربة الشاملة، يعني الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد. الدول العربية الشقيقة. ويعرف المؤتمر حضور أزيد من 120 مشاركا من ممثلي الدول العربية ومسؤولين عن قطاعات حكومية وسلطة قضائية ومؤسسات وطنية وقطاع خاص ومجتمع مدني معنيين بموضوع الوقاية ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى خبراء يمثلون منظمات دولية وإقليمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.